وصلنا اليوم توضيح من إدارة العلاقات العامة بمحافظة حفر الباطل من المملكة العربية السعودية بخصوص ما تم عرضه بالأمس للمقطع الخاص بافتتاح مهرجان حفر الباطل وقيام شباب متطوعين بعمل حماية خاصة للمحافظ. وأكدت إدارة العلاقات العامة بالمملكة العربية السعودية بمحافظة حفر الباطل إن ما حصل هو اجتهادات شخصية لشباب متطوعين. ويعتذر محافظ حفر الباطن عبد المحسن العطيشان عما بدر منهم، وأن هناك توجيهات من ولاة الأمر يشددون على التواصل مع المواطنين، وأن ما حصل في الافتتاح هي اجتهادات لمنظمين لا أكثر ولا أقل. ونحن في تلفزيون الشاهد نشكر إدارة العلاقات العامة ومحافظ حفر الباطن على التواصل والتوضيح، وقد تم تزويدنا بفيديو بين اجتهادات محافظ حفر الباطن بالتواصل مع المجتمع السعودي لأنه ديدن ولاة الأمر. والملاحظ أعزائي المشاهدين أن ما يجري الآن في المملكة العربية السعودية بأوامر ملكية بالاهتمام بهموم المواطن السعودي والتواصل مع الشعب وحل قضاياهم والاهتمام بقضايا البطالة وتوفير العيش الكريم للأسرة السعودية والاهتمام بالاقتصاد السعودي والاهتمام بالتراث وتطوير البنية التحتية لهي قرارات صحيحة تنمي وتبني الوطن. وتعيش المملكة العربية السعودية نهضة شاملة تحت قيادة ملك الحزم الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، واليوم بدأت بإشارة الانتصار في اليمن والقضاء على الإرهاب الذي يحاولون إراقة الدم السعودي الطاهر. في النهاية أشكر المحافظ والعلاقات العامة على سرعة الاستجابة وتوضيح ما جاء بالفيديو الذي عرضناه بالأمس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت والمملكة العربية السعودية ودول العالم العربي والإسلامي، ولا يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال. أعزائي المشاهدين براويكم الآن تقرير وصلنا من محافظة حفر الباطن بخاصة قيام المحافظ بالتواصل مع أيتام الشعب السعودي والمحتاجين. نشوف هذا التقرير ورجع لكم. أيضاً